ألفا ليبانيز ليج اختصاراً بأول أو دوري ألفا هو التسمية الرسمية الجديدة لدوري كرة القدم اللبنانية لموسم 2014-2015. نجتمع اليوم للإعلان الرسمي عن تسمية الدوري اللبناني لكرة القدم بدوري ألفا اللبناني لكرة القدم، وذلك بعد أن تم هذا الأمر بتعاون بين الاتحاد اللبناني لكرة القدم وشركة جي جروب. إن أهمية هذا الحدث ليست فقط كونه خطوة رعائية مشكورة من شركة ألفا للاتصالات، بل تكمن أيضا في أنه رغم كل ما يجري في هذا البلد من مشاكل وأزمات وتعقيدات، ما زالت الحياة تدب في قطاعات عديدة منه. الإعلان جاء في مؤتمر صحفي في فندق فينيسيا نقلته قناة الجديد مباشرة، وحضره وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي وجيلبير نجار ممثلا، وزير الاتصالات بطرس حرب، وشخصيات رياضية وكروية وإعلامية وإعلانية، ورؤساء وأمناء سر أندية الدرجة الأولى. دعوة لرجال الأعمال والشركات الراعية لأن تحذو حذو ألفا وتتجه إلى الاستثمار في كرة القدم. المكان الأفضل للإعلان هو قطاع كرة القدم، نظراً للجماهيرية الواسعة للعبة وللمتابعة الحثيثة من نطاق واسع من المشاهدين، مما يجعل صوت المعلن يصل إلى أوسع شريحة ممكنة. XXL راعي جديد بارز دخل عالم المستديرة الساحرة. وكما دعمت كل النشاطات الرياضية في عدد من الاتحادات الرياضية اللبنانية، شاءت اليوم أن تكمل المساهمة في بناء أجيال الغد عبر لعبة كرة القدم، وهي أعرق وأجمل الألعاب. أما شركة ألفا فوسعت رعايتها من شاشة الجديد إلى الدوري الذي بات يحمل اسمها. أنا بدي أقول أنه اليوم سعيد وفخور جداً أن يكون موجود هون لسببين أساسيين. السبب الأول أنه هو تجديد دعم ورعاية شركة ألفا للدوري اللبناني لكرة القدم، وهذا عم يصير لسنة رابعة على التوالي، فانتقلنا مثل ما قال حسن من 3-4 من هاتريك لسوبر هاتريك بلغة كرة القدم. السبب الثاني والأهم هو أنه ألفا أصبحت اليوم عنوان كرة القدم في لبنان، وذلك من خلال إطلاق اسم ألفا على الدوري ابتداء من هذا الموسم، والذي نحن مجتمعون اليوم للاحتفال بانطلاقه، أي دوري ألفا اللبناني لكرة القدم، أو بالإنجليزي ألفا لبنيز ليج أول اختصار الأول، كدلالة على أهمية اتحاد جهود الجميع في سبيل خير اللعبة واللاعبين، وذلك بدعم من وزارة الاتصالات وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ بطرس حرب. أما رئيس مجلس إدارة جي جروب عماد جمعة فحدد ثلاثة نقاط أساسية. بدي أتوجه بتحية للجيش اللبناني ببطولاته بإنجازاته، لو ما الجيش اللبناني يمكن نحن ما موجودين اليوم كنا بهيدي الصالة، ونطلب القوى الأمنية والجيش إلى آخره واكب كمان مباراة اللي نحن عم نقوم فيها، لأنه هيدي المباراة كمان هي تحدي للإرهاب. بدي أتشكر وزير الاتصالات استاذ بطرس حرب لدعمه لنا، بدي اتشكر صديقي القديم مروان حايك ودعمه للفوتبول اللبناني ورئيس الاتحاد، ومعالي وزير الرياضه العميد عبد المطلب الحناوي وتلفزيون الجديد. جمعه ختم بان كره القدم ستكون خارج الطائفيه، لا دين ولا مذهب لها.